بدت القصف الجوي. ندخل بهاي اللون. ندخل القصف الجوي شنو صار؟ قصف الجوي خليني احكي لك، انا كنت انضرب قائد قوات شو اسمه قائد قوات توكلنا على الله، انضرب مقره. فرحت اشوف انا احمد صالح ها، وراح العياد وراح لش اسمه، وراح رجعت للفيلة، قمت ازور القطاعات لانه القصف صار شديد، يعني انه صار القصف قبل ما يصير القصف حقيقي بدا الهروب، ناس خافت لان كان اكو اذاعه لايران على الباتري يطلعوها، واذاعات الاخرى هم يطلعوهن فيسمعون اخبار امريكا جابت الناقله فلان شيء وجابت الحامله الطائرات، صار نوع فردنا نشد الحق شويه. هذه قمت ازور القطاعات يعني زين. ليله القصف الجوي جيت للفيلق انا من احد الفرق ما اتذكرها، لقيت حسين كامل، رحت اطلع البصره فلطيف محل حمود قال لي سيدي الله يخليك خل بوست يمين، قال لي تقول له سيدي وخل مشي الامور سنه اياد، قال لي ما تروح احنا مسويين غدا. المهم تغدينا حقيقه علاقتي صارت يعني زينه وياه قلت له حلت يعني ايه، فصارت علاقتي احتياديه ويا الرجل وبقت زينه يعني ما عندنا مشكله زين. بالليل قال لي تجي، قلت له انا رايح البصره. منو قال لك تجي؟ حسين كامل، لان مقري انا ليا مقر ويا قائد الفيله، هو قاعد بمقر قائد الفيله، قائد الفيله استاذني قلت له اقعد انا قاعد ببيت البصره مصر معركه اجي. فرحت قلت له اروح البصره وارجع. المهم رجعت بالعشاء واحنا قاعدين جت برقيه من الاستخبارات يقول لين الهجوم. الهجوم البري؟ لا الجوي. فرحت البصره حضرت نفسي وهذه، والله بالثنتين من ثنتين ونص بدا الهبد، ما اتذكر بالضبط بالدقيقه يعني ناسي صار سنين. فركبت سيارتي ورحت. بدت المعركة الجوية ما اطيلها عليك يعني، وانطينا خسائر وخاصة من وقع جسر الفلوجة وجسر الناصرية، انعرضت الصورة في محطة ايرانية، ما اعرف محطة على الباتري يشغلوها قصيرة، فصار هروب اهتزت. فكتبت له انا وقتها بعدين اقول لك يعني شفته وقلت لك كتبت لك قال ما وصلت، قلت له ترى الهروب هيك المعركة ما طلبونا ببغداد، تدري وصل بغداد مشقة على اساس نشوفه. ليش كتبت له وخليتها بالمكتب العسكري ما قدرنا نشوفها، استاذ عزت على اساس نشوفه مشى. رجعت قالوا استاذ عزت جاي البصرة، انا ما شفته رغم انه انا استاذ عزت الرجل يعني بيناتنا احترامات وعلاقات يعني زين، وانا يعني علاقتي زينه وياه وعزت. مصدر امر يجيبون مصدات على الهروب من المدنيين من المحافظات المدنيه، يعني من فرق اعدامات تقصد؟ يعني شو سميه يمنعون الناس من يطلعون، يعني شو يسوون للمع ايه يمنعوه بالقوه اذا اقتضى اللي يقتنع زين. فقلت له ماني ما اريد، ذابين علي يعني كانت الناصريه والحله ودياله. تجيب ناس منهم؟ منهم شو يجيبوا؟ يعني طب يجيب باعثين مقصود؟ باعثين رفاق حزبي شكلوا يعني حوالي يسدون النافذ الممرات، اي واحد يهرب يرجعوه. ايه زين. جابوا هم بعض اعضاء المكتب العسكري جابوا، وراحت قسم منهم خطير. أنا قلت ما أجيب، فأستاذ عبد الغني شان قاعد، عبد الغني عبد الغفور، محمد العزاوي قالوا أنت عصيان لأوامر القائد العام، نائب القائد العام، وهاي عليها محكمة، وهي طبعاً يقصدون بها قصد، أنا كنت رئيس محكمة وما الحكم البلغوني ما نفته، حكمتهم 4 سنين وخمس سنين، رحيم التكريتي وطارق أخو مؤيد البدري طارق البدري، ورغم أنه أنا بلغت أحكمهم بالإعدام والله والله العظيم. من بلغت تحكم بالاعدام؟ على الحسن. ليش؟ هم شو مسويين؟ قال التمدخ بيها، هيك قضيه ايه؟ تحكم بالاعدام ما دام الرئيس حايلهم وانت رئيس المحكمه. انا قلت من اقول لاعضاء المحكمه؟ راح يصيروا 2 ضد 1 يخافون. منو وياك بالمحكمه؟ وياي بالمحكمه على الاحبابي
طه الوعلي وسام امين طه الاحبابي لا علي علي الاحبابي وسام امين والمدعي العام الله يرحمه داود تكريتي انتحر زين ايه ف ما قلت لهم للمحكمه خبرت عدنان خير قلت له سيدي يعني ترى ما دعنا من الليل قال تعال جيت يمه قال شو قصتك ما تريد هديه قلت له ما اريد اريد انام على المخده ما عندهم قضيه يا اخي ماكو قضيه زين شو حكمه شنو القصه هي ليش القصه ابو الشهيد اسماعيل تايه مقابل الرئيس ما شلون قايلهم لغى امر نقل ضابط ابو التمويل والنقل مسوي كتاب على ضوء ابو الاداره راح يمتكلم يمشي الكتاب لاغين امره الرئيس يقول انا ما قلت هاي القصه يعني ما تستوجب اعدام راسا يحكمون بالاعدام والله يحكمون بالاعدام قلت يعني قال لي قلت لاني حقوقي ترى ممارس القضاء انا مشتغل بالمحاكم زين ممارس القضاء وبعد ضمير يا اخي وناس اعرفهم اني ما مسوين فشي يستوجب الاعدام قلت لك عدنان قال لي روح ما عليك احكم بس وازنها اللي عنده أوسمة غير اللي ما عنده أوسمة حتى تنسحب من الأوسمة حكمتهم 4 سنين والما عنده أوسمة حكمته 5 سنين قالوا أنا أتلفى أتلقاها وأنا أحكي ويا الرئيس أول أنت خليته حقوقي هذا مكلف بالقانون فعلا صارت هيك حتى أحد الأشخاص خابرني والله قال لي انتهيت قلت له يا أخي بس خلنا مع المخدة خلنا انتهي مو سهلة واحد يموت لبشر بريء يعني المهم ف قالوا لي انت عصيت اوامر القائد نائب القائد العام هل اثناء اجعل فراد يصالحني حقيقه هو اللي انا ويا ما انت حاكي هذا الحكي بشهر الثاني واحنا من شهر 11 وشهر العاشر بدا المشكله راد يصالحني فقال يابا ترى انا سمعان من الرئيس الحرس الجمهوري لا حيدخل بي طالب والرئيس مسؤوليته مباشره سكت الجميع سكتوا بعد من يجي بعد شيء قلت لهم يا ترى انا راح اطلع لكم مو 200 600 قال منين؟ اطلع لكم من مقرات الحزب 600 يكون المصدات المكافئة مصدات ذولا ذولا عسكر على الاقل وحداتهم تحتار باكلهم تحتار بنقلهم ذولا منين؟ فراحت مشت قبل ليلة الهجوم البري بالضبط ليلة الهجوم البري استدعوني البصرة والروح البصرة كان شدة مصيبة يعني الطرق مقطعة فرحنا للبصرة لقيت على الحسن اتصل لك يا وضع المكتب العسكري كله جت رسالة من الرئيس الرسالة يقول تم الاتفاق بين الرفيق طارق عزيز وقرباتشوف والرئيس بوش على الانسحاب خلال 5 أيام هي أحد فقراتها فقرة أخرى بعد الشغل يبيها فقرتين ثلاثة إذا تتعلق بأمن العراق أمانة بس هاي الفقرة نحكيها بها انتهاك الأمن العراق؟ بها ذي العراق يعني ما نحكي مع أحد صار التاريخ بس هاي تقرر الانسحاب أنا والله مو حبا مسألة الكويت نعم أنا مرة بشيت من قالوا لي كويتية بشيت من جندي عراقي خايفة انتك عرضه لأن هاي عربية إذا ما تحتمي بالجندي العربي بيه ما تحتمي يعني ما تحملها حكي كه يعني لازم نقبل لا جزائريه ولا مصريه ولا سوريه ولا عربي عربي يعني قومي عربي